الاحتكاك أو friction. وبداية بالاحتكاك الثابت أو قوى الاحتكاك الثابت. The static friction is the force that a surface exerts on an object to keep it from slipping across the surface. إذن هذه القوة هذه تمنع الجسم من الحركة. أوكي؟ بالطبع القوة هذه قوة الاحتكاك الثابت ليس لها علاقة مع ما سميناه بالعطالة اللي هي كتلة الجسم. تعريفنا للعطالة وكتلة الجسم وإذا قابلية الجسم للحركة أم لا، هذه كانت بدون احتكاك. ذكركما بدون احتكاك الجسم عنده عطالة للحركة. إذا أثرت عليه بقوة سوف يظهر تسارع على حساب كتلته. إذا كانت كتلته كبيرة تسارع ضعيف، وإذا كانت كتلته صغيرة التسارع كبير. الآن نضيف الفريكشن على هذا الظاهرة هذه. أوكي، نضيف الفريكشن على مفهوم العطالة. إذا بالنسبة لكم إذا static friction فهي نوع من العطالة، ولكن يجب أن نفرق الاثنين. الانرشيا اللي هي الماس لتعريفها لا يعتمد على الاحتكاك، والآن نتكلم حول الاحتكاك الثابت اللي هو أيضا يمنع الجسم من الحركة. وكما سنرى هذا الاحتكاك له قيمة، وكل ما كان الجسم ثقيل كل ما كان الاحتكاك الثابت كبير. أوكي؟ طيب، لدينا إذن الجسم حددناه ذهنيا بهذا الحد هذا الأحمر، وعرفنا القوى الخارجية اللي هي على الدين. إذن محاولة تحريك من الشخص هذا، إذن قوة أفقية إلى اليمين F push. أوكي؟ ولدينا إذن لو ما كانش هذه القوة هذه الجسم يبدأ يتحرك. لماذا؟ لأنه قوة الوزن عمودية إلى الأسفل لن تشارك في الحركة الأفقية، ونفس الشيء النورمال فورس عمودية، إذن لن تشارك في أي تسارع أفقي. أوكي؟ إذا حبيت نبدأ نحرك هذا الجسم لازم نعطيه تسارع أفقي. أوكي؟ وبما أنه الوزن عمودي إلى الأسفل والنورمال فورس أن عمودية إلى الأعلى، فهذا الاثنين هذو لا يمكن أن يشاركوا في الحركة هذه أو في محاولة الحركة هذه. إذن القوة F push أفقية إلى اليمين. أوكي؟ إذا كان الجسم هذا متوقف لا يتحرك، معناه أنه، وهذا قانون نيوتن الأول، أنه مجموع القوى يجب أن يساوي الصفر. ومن هذا الصورة هذه نروح إلى الفري بادي دايجرام. إذن العلبة تاعنا هي عبارة عن هذا النقطة هذه. أوكي؟ مثلنا إذن القوتين العموديتين W و N. أوكي؟ متساويتين تماما، وهذا بالطبع يقول لي أنه ليس هناك تسارع في اتجاه الواي، ليس هناك حركة في اتجاه الواي. وعلى الاتجاه الأفقي لدينا إذن القوة الدافعة F push أفقية إلى اليمين، وحتما بما أنه قانون نيوتن يقول لي أنه F net يساوي صفر، التوازن ثابت، إذن هناك قوة إلى اليسار تقاوم هذا القوة الدافعة. إذن مجموع Fs مع F push يساوي صفر. أوكي؟ بحيث إجمالي القوى الأربعة يساوي الصفر. وهذه إذن Fs قوة الاحتكاك التي تمنع الجسم من الحركة أو بداية الحركة، هذه القوة هي إذن قوة الاحتكاك الثابت. نذكر إذن العلبة في حالة التوازن الثابت. The box is in static equilibrium. Okay. The static friction force must exactly balance the pushing force. وش معنى؟ كل ما غيرت القوة، كل ما ضغطت أكثر وأكثر، القوة Fs سوف تزيد. تعدل نفسها مثل ما شفنا أنه النورمال فورس تعدل نفسها على حساب القوى العمودية. أوكي؟ إذن الفريكشن فورس Fs نفس الشيء، كل ما زدنا القوة هذه القوة الدافعة كل ما زادت. وهذا اللي نشوفه في الحالات الثلاث هذا. أوكي؟ في البداية ندفع بقوة ضعيفة pushing gently، friction pushes back gently. أوكي؟ بحيث مجموع الاثنين يساوي صفر. أوكي؟ والاثنين متساويين بالماجنيتود. والآن نحاول ندفع بقوة أكبر، إذا pushing harder، friction pushes back harder، إذا تزيد تعدل نفسها. إذا كل ما نزيد في قوة الدفع كل ما زادت، إلى غاية ما نوصل إلى الحد. أوكي؟ الحد هو Fs max. Fs لا يمكن أن تتجاوز هذا الحد. أوكي؟ اللي هو Fs max. وإذا دفعت بقوة إذا تتفوق على هذا Fs max maximum static friction force، سوف أتغلب عليها وسوف أحرك الجسم أو الجسم يبدأ يتحرك.
ما هي قيمة هذا الـ Fs max؟ هي إذن ثابت ميو اس، معامل احتكاك ثابت ميو اس مضروب بالنورمال فورس، والنورمال فورس هي نفسها النورمال فورس اللي تكلمنا عنها من قبل هذه. أوكي؟ إذن في نفس المسألة Fs، إذن الحد للـ Fs اللي هي Fs max سوف تكون مرتبطة بقيمة هذا الـ N هذا عن طريق العلاقة Fs max تساوي ميو اس N. هذه العلاقة هذه. أوكي؟ ونذكر ميو اس coefficient of static friction هو عدد بدون وحدة. أوكي؟ هو عدد موجب بدون وحدة. أوكي؟ بدون وحدة لأنه هذه قوة وهذه قوة، إذا حتما هذا العدد ليس له وحدة. وثانيا موجب لأنه هذه magnitude وهذه magnitude، إذا حتما العدد هذا لازم، هذا موجب وN موجب، إذا ميو اس لازم يكون موجب. إذا ملخص سريع: the direction of static friction is such as to oppose motion. نذكر تريد تحريك هذه العلبة إلى اليمين، إذا قوتك إلى اليمين اف اس تظهر إلى اليسار. إذا تريد تحريك هذه العلبة إلى اليسار، اف بوش هذه تروح إلى اليسار واف اس تروح إلى اليمين. أوكي؟ تريد تحريك هذه إلى اتجاه آخر، الاف اس سوف تعاكس دائما محاولتك أو الاتجاه الذي تحاول تحريك الجسم فيه. ثانيا الـ Fs سوف تعدل قيمتها على حساب القوة الدافعة. إذا the magnitude Fs of static friction adjusts itself so that the net force is zero and the object doesn't move إلى غاية ما نصل إلى الحد Fs max. The magnitude of static friction cannot exceed the maximum value Fs max if the friction force needed to keep the object stationary is greater than Fs max. The object slips and starts to move. إذا الجسم يبدأ ينزلق إذا قوة دفعي أنا تفوقت على Fs max، إذا الجسم سوف ينزلق ويبدأ الحركة and starts to move. إذا لدينا علبة كتلتها M على مستوى أفقي، هناك احتكاك، شايفين إشارة إلى ميو اس، إذا وجود احتكاك. A box on rough surface، rough surface معنى أيضا المساحة هذه فيها احتكاك. Is pulled by a horizontal rope with tension T. إذن عندي حبل والقوة الدافعة هي tension force T. The box is not moving. إذن حتما static friction. In this situation المطلوب مقارنة Fs مع T. Okay. إذن ما ننساش free body diagram. أربع قوى. T إلى اليمين. Fs إلى اليسار. N عمودية إلى الأعلى. والW عمودي إلى الأسفل. مجموع الأربعة يساوي الصفر. إذا N مع W الاثنين يساوي الصفر، إذا ليس هناك حركة عموديا. و T يسار، عفوا T إلى اليمين وزائد Fs إلى اليسار يساوي الصفر. أوكي؟ إذا ليس هناك حركة على اتجاه الـ X، وبالتالي الاختيار الصحيح هو الاختيار B، Fs تساوي T بالماجنيتيود.